Allô, Algérien. Allô. Bonsoir. Salam alaikum. Azul Fellaouen. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan. Pour tous nos chers auditeurs. Bon, nous sommes sur Facebook, sur YouTube. Mangolkoum, je partageais, partageais. Honnêtement, Nasli j'ai pas besoin de vous le partager. Voilà, pour être clair. مانيش عايش في يوتيوب و فيسبوك، انا عايش بخدمتي. ce soir je suis en compagnie de notre ami Boualem. Et le sujet de ce soir, il est très simple. Le 22, البارح. Je commence نعيط على التجال le nain jardin Zetop. Les arrestations dans la nuit du 21 au 22 et au 22. هل تحمل مسؤوليتهم؟ يا الكافي يا القهوي. نهضر مع الناس اللي بلوز او موان نتفاهموا نقدر نهضر معاهم. عبود هشام عبدو سمار تحملوا مسؤولية لي زاريستاسيون اللي صراو؟ السؤال يطرح نفسه. بون دركا كيما يقول المثل الشعبي ما يبقى في الواد غير حجارو. الكوافا البكبك لي مارون الكافيا واش وينو الحراك؟ كليتوه بلعتوه وين هو الحراك اليو والاحرار يتنظمون ونقول لهم نعدين الراس تاع مالين مالك يا الكافي يا البكبك بصح اللوم ماشي على زيطوط وعبود هشام وعبدو سمار الكوافا البكبك هادو بكل اللوم على الشعب اللي تبعهم ايبا الغاشي اللي تبعهم نقول الشعب شعب كلمه دستوريه حقيقيه الغاشي اللي تبعهم بات فيك بالجزائريه فهم على روحك تطيح بات فيك تحشات لك قعدت عليه سميها كيما حبيت تبعت البكبك هذا واش تستاهل هذا واش تستاهل الناس اللي حكموهم في الديار ليلة 22 بلي بونكارت اكسترا قولوا لزيطوط يصرف على ماليكم والله عبود هشام والله عبدو سمار والله دوكا باش نجيو للاخر دوكا دخلنا في سكون ابل بين الحقيقة والخيال الحقيقة واش هي عبدو سمار عبود هشام كي تيبالهم سعيد بوتفليقة داروا امل تي في وصوتنا والسانكيام موندا درك يحوسوا على تبوني تشيبي لهم باش يسوتنيوه سي دي زيسكرو بلا ما ندخل في الديتاي شكون خدم معاهم اسك خلصوا ما خلصوش وعبود هشام من بكري واش كان يدير في الجزائر كيفاش كانت عنده مون جورنال وجريداتي شكون كان يعطيه لابوب قداه كان يتوشي واش دار مع الناس اللي خدموا عنده في الجزائر سي ان اسكرو عبدو سمار سي ان اسكرو سمعتوه قضية تحكوت قضية كذا قضية كذا خدام على شرو سي ان اوبورتونيست انتهازي اسكرو هادو يبنيو دولة هادو تبعو فيهم نقولكم حاجة لعنكم الله واخزاكم مادام تبعو في هاد الناس بربي ان شاء الله في الزبالة ما تخرجوش منها حتى الاخر كاين واحد حط لي هادوك الرجال عليك يا عميل المخابرات فورنايت جيف واي قبل ما نسيبريميك انا قلت لك باش تكون راجل عليا لازم نجربو بعضنا اخو شكون يركب خوه بان نجيبوها من الاخر المخابرات انا المخابرات ما نستعرش منها
سيت ان اونور ليا انا. قريت في المدرسه العليا للمخابرات وتخرجت منها وخدمت الكافي. نزيد اكثر من هك، نتوما المعرب زين، كون فقت فيه كون فقت بيكم وفقت بالخطه نتاع الاقدام البيضاء. والله عمري ما زرتي من الجزائر، كون فقت بالخطه نتاعهم وانا اون اكتيفيتي يعني، وانا ما زلت ضابط في المخابرات. يا ربكم على بالكم نخلق استراتيجيه نرحي الرب نتاعكم. تعرفوا شنو من الجذور ما فقتش تحت الغال، ما فهمتش هذاك الوقت. كون فهمت نتوما المعرب زين والخوانجيه، اولي نضرب بمئة كيلو نضرب ب 14000 كيلو، باسكو نتوما خماج الخوانجيه والمعرب زين. وزات اون سالتي، وزات دي بارازيت، يفو فوز ديكرازي. معكم ما كان لا شفقه لا رحمه، ولا يريدون الا فجرا كفارا. انتم فجار وكفار. وسيبريمي ربك ضرب تو تسويت. كاين ناس يقول لك يا رحماني اسمعوا، نقول لكم حاجه، انا ما يسمعونيش ولاد الصغار، انا نهضر مع العباد الكبار الفاهمين. مانيش مسرحيه ومانيش حديقتي الزاهيه. Je suis dans la révolution, je suis un révolté. Donc, نهضر واش نحب، نقول واش نحب وقت ما نحب. اللي ما عجبوش الحال يقود، نقول لكم يقود بالقسنطينيه وبالجزيريه وبالوهرانيه وبالصحراويه، يقود من اللايف. شوفوا النقوشه والطرافلوات ولي كونار ولي بيرفير والمهابل والمعرب زين والخوانجية والداعش والقاعدة ديجاجي. لا حبكم ربي جي با البوفوار، لا كرهكم ربي جي البوفوار جو في فوز ديزانتيغري. بان نجيبوها من الاخر، لي زينمي اعداء الامة النوميدية سونتا ديزانتيغري، اعداء الاميزيغية سونتا ديزانتيغري، اعداء الدولة التكنوقراطية التطورية سونتا ديزانتيغري. ديزانتيغري بالعربية يعني نمحيكم حتى المادة ما تلقاكمش. ميم سي فوزات دي زيكسكريمون، ما نستعملش الميطان اللي يخرج منكم. تو سامبلومون.